بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي دارسي برنامج المعاملات المالية والتجارية التعليم المفتوح جامعة القاهرة يسعدني أن ألتقي بكم في اللقاء الثالث في مقرر استخدام الحاسب الآلي في المحاسبة والمراجعة والتكاليف والمحاسبة الضريبية والحكومية 338 344 348 في اللقاء الماضي كنا ابتدينا في شابتر 3 انسايد ذا كمبيوتر وكنا وقفنا عند النقطه المتعلقه بكيفيه قيام السي بي بتنفيذ تعليمات البرامج فان شاء الله نبدا نستكمل من هذه النقطه لغايه ان شاء الله ما ننتهي من هذا الشابتر فدلوقتي بنبدا بهاو ذا سي بي بروجرام انستراكشن ازاي وحده السي بي يو بتنفذ تعليمات البرامج ذا سنترال بروسيسنج يونت بيرفورم فور ستيبس اربع خطوات فور ايتش انستراكشن يعني كل انستراكشن بيتم تنفيذه على اربع خطوات طيب الخطوه الاولى والثانيه دول بتقوم بيهم الكنترول يونت يبقى ستيب نمبر 1 وستيب نمبر 2 بتقوم بيهم الكنترول يونت فستيب نمبر 1 ان الكنترول يونت فيتش بتبحث او جيتس بتحصل على الانستراكشن فروم ذا ميموري يعني الكنترول يونت بتدور وتلاقي التعليمه من الميموري الخطوه رقم 2 برضو الكنترول يونت ديكود ذا انستراكشن يعني ايه ديكود ذا انستراكشن يعني في الواقع بتحدد هذه الانستراكشن بتعني ايه تمام يعني بتشرحها بتفسرها فالخطوة الاولى والخطوة الثانية بتقوم بيهم زي ما قلنا الكنترول يونت وبيعنوا ان انا ببحث عن الانستراكشن وبفسرها والخطوة الاولى زائد الخطوة الثانية مع بعض بنسميهم ان الاستراكشن تايم او الاي تايم يبقى نخلي بالنا تاني الخطوه الاولى والثانيه مع بعض اسمهم الاي تايم ودول اللي بتقوم بيهم الكنترول يونت طيب الخطوه الثالثه والرابعه دول بتقوم بيهم الارثماتيك لوجيك يونت اللي هو الخطوه الثالثه بتعمل ايه بقى ان arithmetic لوجيك يونت اكسكيوت ذا arithmetic اند لوجيك اوبريشن يعني بتقوم بتنفيذ جميع العمليات الحسابيه والمنطقيه على التعليمه اللي جت لها من الكنترول يونت الخطوه اللي بعد كده الرابعه ان برضو الارثمتيك لوجيك يونت بتعمل عمليه ستور للريزلت تمام يعني بتخزن uh, النتائج بتاعه الابوريشن في الايه الميموري تمام او في ريجستر زي ما قلنا المره اللي فاتت ونخلي بالنا ان الخطوة التالتة والخطوة الرابعة مع بعض بنسميهم الاكسكيوشن تايم او الاي تايم -E يبقى نخلي بالنا تاني الخطوة الأولى والتانية اللي بتقوم بيهم الكنترول دول اسمهم اي تايم بينما الخطوة التالتة والخطوة الرابعة اللي بتقوم بيهم الاي اليو بنسميهم الاي تايم -E طيب يبقى نخلي بالنا من الحتة دي مع بعض ونخلي بالنا بقى ان الخطوه الاي تايم والاي تايم مع بعض بنسميهم ماشين سايكل يبقى خلي بالك تاني الخطوه الاولى والثانيه اي تايم الخطوه الثالثه والرابعه اي e تايم الاي تايم والاي تايم e مع بعض بنسميهم ماشين سايكل يعني دوره الاله. بعد كده بنتكلم بقى على الميكرو بروسيسور اللي هو المشغل الصغير المشغل بتاعنا البروسيسور فبنقول ان الميكرو بروسيسور يجولي انكلود عاده ما بيتكون من الاتي نعدهم كده مع بعض اول حاجه بيتكون منها كنترول يونت لازم يكون فيه وحده كنترول تاني حاجه بيتكون منها اريثماتيك لوجيك يونت يعني فيه وحده حساب او بمعنى اخر ما احنا عارفين ان الكنترول يونت و ال ال مع بعض يعني سنترال بروسيسنج ايه يونت طيب يبقى بيتكون من كنترول يونت و ال بعد كده مجموعه من الريجيسترز تمام المخزنات زائد كلوك يعني الساعه بتاعتنا بننقل بعد كده على نقطه مهمه جدا عايزين نتكلم عليها اللي هي عمليه الاستورج بقى في السيمي كوندكتورز اللي هي اشباه الايه؟ الموصلات. اشباه الموصلات تمام او السيمي كوندكتورز في الواقع من من اول ما ظهرت هي ليها مجموعه من الادفانش او المزايا. المزايا بتاعتها برضو نخلي بالنا منها يبقى السيمي كوندكتورز دي ستورج له مجموعه من الادفانش بتتمثل فيه. اول حاجه الريلابيلتي يعني المامونيه او الموثوقيه او الاعتماديه آه بعد كده الكومبولنت يعني حجم صغير بعد كده لو كوست برضو يعني تكلفتها في الواقع قليله آه وبعد كده اللوور باور يعني برضو بتستخدم ازف بتستخدم يعني طاقه قليله آه باور قليل السيمي يعني رغم المميزات الهامة جدا اللي احنا قلناها الا انها في الواقع ليها يعني عيب خطير جدا 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 فبنقول السيمي كوندكتورز تمام ليها ميجور ديس ادفانش عيب عيب رئيسي اللي هو ايه اتيز يعني ايه بروقطعيل؟ يعني مرتبطة بالكهرباء بمعنى ان الكهرباء لو قطعت معانا فبلاقي ان الداتا اللي عندي بيحصل لها عملية لوست يعني بتضيع مني. فنخلي بالنا من هذا الايه؟ العيب. طيب بنتكلم بقى دلوقتي على الميموري والميموري في الواقع عايز اتكلم على نوعين منها اولا الرام الرام زي ما احنا شايفين كده راندم اكسس ميموري اللي هي ذاكره الوصول العشوائي الرام ده المكان اللي احنا بنخزن فيه البرامج بتاعتنا والداتا بتاعتنا بواسطه الايه؟ اليوزر يعني لا اللي بتنزل فيه انت كيوزر اي حاجه عايز ايه تشتغل عليها بينما الروم اللي هي ريد اونلي ميموري او ذاكره القراءه فقط دي بتنزل متخزن عليها مجموعه من البرامج من الفاكتوري من المصنع نفسه وبالتالي انا كيوزر ما بقدرش ان انا آه يعني اغيرها او امحيها او ما الى ذلك لكن ايه كان ريد بس يعني اقدر ان انا اقراها بس ولكن ما بقدرش ان انا اعمل فيها آه اي تشينج باي ذا يوزر ده بعكس الروم الرام الرام تقدر تنزل عليها وتدلت وتنزل وتدلت براحتك تنزل برنامج اجور خلصته تنزل برنامج مخزون خلصته وهكذا لكن الروم بينزل عليها مجموعه من البرامج الأساسية اللي هنشوفها بعد كده يمكن في شابتر السوفت وير هذه أو هذا النوع من الميموري بيتنزل عليه من الفاكتوري من المصنع وقلنا مش بواسطة الايه اليوزر أنا أقدر كيوزر ها إن أنا أقراها واستخدمها لكن ما أقدرش إن أنا أمحيها أو إن أنا أغيرها تمام يبقى نخلي بالنا ان احنا دلوقتي اتكلمنا في الفرق ما بين الرام والروم وقلنا ان الرامات زي ما قلنا انها بتتنزل عليها من المصنع بينما بينما الرامات بينما الروم دي بينزل على الرام دي اللي انا بنزل عليها كيوزر البرامج اللي انا بستخدمها. بعد كده في الواقع في نقطتين اخيرتين عايزين نتكلم فيهم في هذا الشطر اللي هي الباس لاين والكاش ميموري هو الباس لاين يعني نسال سؤال هو الداتا والتعليمات وما الى ذلك بتتنقل جوه الـ 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 الكمبيوتر مش عن طريق حركه موفمنت يعني فعليه ولكن هو بيتنقل عن طريق الممرات او الـ الـ اللي هي الباسز الالكترونيه اللي بيتم فيها نقل الايه البيانات وبنقول برضو ان الاماونت ذا اماونت اوف داتا نقدر ننقلها بتزيد كل ما الباس بقى آه يعني ايه اكتر وعرضه آه زاد. بينما الكاش ميموري دي عباره عن مكان صغير جدا بخزن فيه مجموعه من الداتا ال, 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 ال او البرامج اللي انا بستخدمها بصوره مستمره وبصوره دائمه وبتتميز يعني هي نقول هي ديزايند يعني ده نوع من الفاست ميموري ديزايند فور ذا ايه ذا سبيسيفيك اوف سبيدنج تمام اب ان انا يعني بنقل فيها او بخزن فيها آه يعني مجموعه من البيانات او الداتا بتتنقل لي بسرعه جدا يعني دي بيسموها الذاكره الـ الـ القريبه بس اخلي بالي ان دي ما بتحتويش على مكان كبير ان انا آه اخزن فيه برامج او ما الى ذلك لا ده هي يعني آه يعني سمول اماونت اوف فيري فاست ميموري يعني شوف دي تعريفها يعني فيري فاست ميموري لكنها سمول اماونت بكده يبقى احنا اه انتهينا اه من شابتر اه تلاتة واللي اتكلمنا فيه عن ما بداخل الكمبيوتر عرفنا مكونات السي بي هي ايه عرفنا اه دور الكنترول يونت ايه عرفنا دور الاريثماتيك لوجيك يونت ايه عرفنا ازاي السي بي يو بتعمل اكسكيوتنج للانستراكشنز بتاعه البرامج على الاربع خطوات اللي قسمناهم الى مجموعتين خطوتين سميناهم انستراكشن تايم او اي تايم خطوتين سميناهم الاكسكيوتنج تايم او الاي تايم بعد كده اتكلمنا عن الرام والروم ايه الفرق بين الرام وايه الفرق بين الروم بعد كده اخيرا اتكلمنا عن الباص لاين اللي هي خطوط نقل البيانات داخليا واخيرا اتكلمنا عن الكاش ميموري اللي هي الذاكره السريعه او الذاكره القريبه بننقل بعد كده على الشابتر الرابع عمليه البروسيسنج داتا بقى تمام عشان اقدر احول الداتا الى انفورميشن هذا الشابتر في الواقع في عناصر ثلاثة رئيسيه عايزين نتكلم عليهم اول عنصر بنتكلم فيه عن الاورجنايزيشن اه ازاي بقدر ان انا انظم البيانات بعد كده بنتكلم على الداتا مانجمنت عملية إدارة البيانات وأخيرا بنتكلم على نظم البروسيسنج بقى ها اللي بتستخدم لتشغيل الداتا أو الستورد داتا يعني بروسيسنج ستورد داتا إزاي بقدر أشغل الداتا المخزنة عندي طيب لو الأول مسكنا النقطة الأساسية عملية الاورجنايزنج للايه واكسسنج كمان يعني الوصول للستورد داتا يبقى دي في الواقع نقطتين اورجنايزنج واكسسنج اكسسنج زي ما قلنا يعني الوصول اورجنايزنج طبعا التنظيم تنظيم او ترتيب الايه البيانات لو اتكلمنا الاول عن تنظيم او ترتيب البيانات فبنقول to be processed by the computer المفروض عشان اقدر اشغل يعني بواسطه الكمبيوتر الرو داتا البيانات الخام از اورجانيزد انتو يبقى اذا البيانات الخام بتقسم الى الاتي اول حاجه اول مستوى اصغر مستوى للبيان كاركترز يعني رمز او حرف فيلد حقل ريكورد سجل فايلز ملفات واخيرا داتا يعني قواعد بيانات يبقى نخلي بالنا ان بنقول ان البيانات انا بقسمها الى المستويات الاتيه اول مستوى او اصغر مستوى وهو الكاركتر بعد كده الفيلد بعد كده الريكورد بعد كده الفايل بعد كده الداتا طيب لو مسكنا الكاركتر الكاركتر is a letter حرف ديجيت رقم سبيشال كاركتر او سبيشال سيمبل رمز من الرموز الخاصه بجمع مجموعه الكاركترز علشان احطها في ما يسمى بالفيلد او الحقل يبقى الحقل الفيلد كونتينز عباره عن ايه ست اوف ايه related كاركترز مجموعه من الريليتد كاركترز الرموز او الحروف او ما الى ذلك الريليتد يعني المرتبطه ببعضها بعد كده بجيب الفيلز دي بجمع مجموعه الفيلز بحطها في ريكورد يبقى الريكورد او السجل هو عباره عن كوليكشن اوف ريليتد فيلز مجموعه من الفيلز الحقول المترابطه والفايل ده بجمع فيه مجموعة ريكوردز تمام يبقى الفايل أو الملف is a collection of related records. كل مجموعة من الريكوردز المترابطة مع بعضها بجمعها مع بعض علشان تشكل لي فايل أو ملف وأكبر مستوى بقى في هذا الهرم ده بنسميه هرم البيانات في الواقع أكبر مستوى في هذا الهرم هو الداتا بقى قواعد البيانات ان قواعد البيز دي كوليكشن اوف انترليتد فايلز تمام؟ ستور توجيزر يعني بجيب مجموعه من الريليتد فايلز تمام؟ مجموعه من الملفات المترابطه اعمل لها ستور ده بس في يعني يعني تركيز شويه او من يعني بدون اسهاب كبير فبجمعها مع بعض بخزلها مع بعض توجزر كده ها ستورد عشان تكون لي داتا بيز يبقى نخلي بالنا من هذه العلاقه يعني لو اخذناها حتى من الاخر من الاكبر للاصغر يبقى اكبر حجم عندي اكبر مستوى الداتا بيز الداتا بيز دي بتتكون من مجموعه فايلز الفايل بيتكون من مجموعه ريكوردز الريكورد بيتكون من مجموعه فيلدز الفيلد بيتكون من مجموعه كاركتر لو اخذتها من الاصغر للاكبر يبقى اصغر مستوى الكاركتر مجموعه الكاركترز بتكون لك فيلد شويه فيلدز مع بعض يكونوا ريكورد مجموعه من الريكوردز المترابطه تعمل لي فايل واخيرا لو جبت مجموعه ريليتد فايلز مع بعض خزنتها ستورد توجذر مع بعض بتكون لي داتا بيس يبقى ده الجزئيه الاولى الخاصه او المتعلقه بتنظيم الايه البيانات ها او المستويات الايه البيانات طيب النقطة التانية ونخلي بالنا من النقطة التانية بقى لان هنتكلم آه فيها في الواقع عن الفايل اورجنايزيشن تمام ازاي انا بنظم الملفات فايل اورجنايزيشن انا عندي ثري ميثودز عندي ثري ميثودز للفايل اورجنايزيشن ونخلي بالنا زي ار ها في 3 ميجور ميثودز في ثلاث طرق رئيسيه اوف ستورنج فايلز اوف داتا علشان اخزن بيها او انظم بيها الايه الداتا الفايلات الداتا ملفات البيانات في السكندر ستورج في وسائل التخزين الايه الخارجي نخلي بالنا برضو من الثلاث انواع وعايزين نفهم كل نوع منهم معناه ايه اول طريقه من او الميثود يعني من الثري ميثودز الخاصه بالفايل اورجانيزيشن هي السيكوينشال فايل اورجانيزيشن سيكوينشال يعني متسلسل متتابع مرتب الطريقه الثانيه دايركت فايل اورجانيزيشن دايركت يعني في الواقع مباشر تمام فايل اورجانيزيشن يبقى تنظيم الملفات المباشر الطريقه الثالثه اسمها اندكسد فايل اورجانيزيشن اندكس اللي هو الفهرس فبنقول هنا تنظيم البيانات المفهرس لو اتكلمنا عن كل واحد فيهم ببساطه فبنقول ان انا لو بستخدم طريقه السيكوينشال فايل اورجانيزيشن معنى كده ان انا برتب الفايلز بتسلسل معين تمام يبقى لازم كل فايل بخزن فيه البيانات بتسلسل بترتيب معين الترتيب ده لو مثلا مخزون يبقى حسب رقم الصنف لو عملة حسب رقم العميل وما الى ذلك بينما الدايركت فايل اورجانيزيشن ده انا ما برعيش فيه الترتيب على الاطلاق تمام ها بخزن بدون اي ترتيب على اساس انا بقدر ان انا اصل بطريقه مباشره وعشوائيه ها الى اللي انا عايزه في الفايل. الاندكس ده في الواقع بيجمع ما بين الطريقتين سوا ان انا بعمل فايل اندكسد يعني ايه؟ يعني بحط اولا اندكس فهر ازاي كده تنظيم الـ 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 الكتب لو انت بتبص كده في الكتاب اللي احنا بنشتغل بيه او لو بصيت حتى على الشريحه اللي قدامك دلوقتي حكايه واحد على واحد واتنين على واحد وثلاثة مش عارف على أربعة على اتنين، يعني إيه؟ يعني الفصل الرابع النقطة التانية الأساسية النقطة التالتة فيها فهو ده معنى طريقة الإيه؟ يبقى انتهينا كده إن أنا عندي ثلاث طرق للفايل أورجانيزيشن سيكوينشال دايركت وأخيراً الإندكس. بنتكلم بعد كده عن الداتا يعني الاغراض الرئيسيه او المميزات الرئيسيه للداتا و الاغراض الرئيسيه دي او الاهداف الرئيسيه او العناصر الرئيسيه لتكامل البيانات فبنقول ان انا عندي برايمري او في ثري برايمري اليمنتس ثلاث عناصر اساسيه لازم تتوافر عشان يبقى فيه داتا انتجريتي يعني تكامل بيانات عشان نقول ان البيانات دي متكاملة يبقى فيه برايم 3 برايمري اليمنتس ثلاث عناصر رئيسية ايه هما اول ميزة او اول خاصية لازم تتوفر عشان اقدر اقول ان البيانات آه فيها الانتجريشن او التكامل داتا اكيورسي يعني لازم الداتا اللي انا بدخلها بتتمتع بالاكيورسي يعني بتتمتع بالدقة يبقى الداتا اكيورسي طيب الخاصية رقم اتنين اللي هي عملية ريالابل داتا انتري يعني طبعا دي عنصر مهم يمكن اتكلمنا عليها في اللقاء السابق في الواقع عملية المأمونية في عملية الادخال على اساس ما ممكن الداتا الموجودة في المستندات الأصلية سليمة تمام فحققت أنا دلوقتي الأكيورسي وكل حاجة لكن أنا وأنا بعمل داتا انتري من الجائز إن أنا أغلط في عملية الإدخال فلازم يكون في ريلابيلتي في عملية الداتا انتري أتصرف بقى وفي عندنا طبعا وسائل كتيرة نقدر نتحقق بيها من الريلابيلتي ال بتاعت الداتا انتري هنتكلم فيها بعد كده بس طبعا انا لازم اتحقق من هذه الخاصيه ان الـ 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 الادخال قد تم او داتا انتري قد تم بامان بريلابيلتي بموثوقيه بدرجه اعتماديه آه كبيره واخيرا التايم لاينز بقى اللي التوقيت المناسب ما هو لازم اتاكد ان البيانات الدقيقه اللي تمتعت بالاكيورسي واللي تم عمليه الانتري ليها لازم يكون دخلت وتوافرت في الوقت المناسب على اساس يبقى انا ساعتها اقدر اعتمد على هذا البيان في التشغيل طيب بعد كده بنتكلم على نقطة اساسية جدا في هذا الشابتر اللي هي types of files انواع الفايلات انواع الملفات ازاي اقدر ان انا اقسم او يعني من ايه الفيو بوينتس اللي ممكن اقسم من خلالها الفايلات فخلي بالك داتا فايلز كان بي كلاسيفايد يعني ملفات البيانات ممكن ان انا اعمل لها كلاسيفيكيشن اقسمها من خلال different types طيب Type. ايه بقى؟ ممكن اقسمها من خلال ايه؟ ممكن اول تقسيم by the application used for يعني ايه؟ يعني ممكن اقسم البيانات من ناحيه الابليكيشن التطبيق الذي تستخدم من اجله ده طريقه طيب ممكن ان انا اقسم برضو الفايلات بطريقه اخرى او من وجهه نظر اه اخرى من ناحيه باي زير ستورد داتا بيرمننس يعني ايه كلمه بيرمننس تعني الثبات الدوام البقاء يعني ممكن اقسمها من حيث درجه ثبات او دوام او بقاء لاستورد داتا البيانات المخزنه تقسيم ثالث ممكن اقسمها باي زير stored داتا اكسسنج وقلنا اكسسنج تعني الوصول يعني الطريقه الثالثه ان انا اقسم الفايلات دي حسب طريقه الاكسسنج الوصول للستورد داتا اللي عندي في الفايل يبقى نخلي بالنا ان انا عندي 3 تايبس او 3 ميثودز اقدر اعمل بيها الكلاسيفيكيشن للايه الفايلات وعايزين بقى دلوقتي نتكلم عن كل طريقه من الطرق الثلاثه ماشي لو اتكلمنا على الطريقه الاولى ان انا ممكن اقسم الفايلات عندي وفقا لليوز يعني الغرض من الاستخدام او الطريقه التطبيق الابلكيشن اللي بتستخدم من ايه من اجله يعني انا بقول ان انا ممكن اقسم البيانات دي حسب الفايلات اسف حسب التطبيق الذي يستخدم من اجله يعني ايه اول ده مثلا ده انفنتوري فايل ممكن اقول ده معرفش اسيد فايل ممكن اقول مثلا ده اكسبنسز فايل ممكن اقول ده ملف العملاء ممكن اقول ده البي رول فايل ملف الاجور يعني اقسم البيانات اقسم الملفات حسب الايه البرايمري يوزد هي بتستخدم في ايه بصوره اساسيه حسب نوع التطبيق الابليكيشن الذي يستخدم من اجله وبرضه الطريقة دي من الطرق طبعا اقل متعارف عليها جدا والمشهورة جدا وانا بقسم بيز بتاعتي يعني باجي مثلا اقسم بيز بتاعتي ازاي اقول ادي قاعدة البيانات بتتكون من مجموعة الملفات الاتاء تمام اقول ده ملف الاسس ده ملف اللايبيلتيز ده ملف الكوست ده ملف ما اعرفش البيرول ده ملف الانفنتوري ده ملف البيبل اكونت ده ملف الريسيفبل اكونت وبعد كده ابدا بقى كل فايل من الفايلات دي يعني مثلا لو مسكت البيرول مثلا فايل ملف الاجور تمام اقدر اقسمه ازاي داخليا اقسمه الى ريكوردز ان انا اعمل مثلا ريكورد لكل عميل من الايه من العملاء يبقى ريكورد العامل ما اعرفش فلان ريكورد العامل فلان ريكورد العامل فلان امسك اي ريكورد بتاع اي عامل اقسمه الفيلدات مثلا في يلد الاسم في الساعات في يلد الاستحقاقات في يلد ما عرفش الجزاءات في ما... وهكذا يعني دي طريقه من الطرق المتعارف عليها في الواقع وانا أه بصمم آه الداتا اللي ايه اللي عندي يبقى تاني ان انا بقول ان الفايلات دي فريكوينتلي كلاسيفايد باي ذا وفقا للتطبيق الى الى انواع متعدده اللي هو فور بريمير يوز يعني زي ما قلنا الايه الانفنتوري بيرول اكونت بيبل اكونت ريسيفابل الكوست الاسس اللايبيلتيز حسب نوع الايه الملف ماشي اوكي طريقه تانية وطريقه هامه جدا في الفايل كلاسيفيكيشن وهي ان انا بقسم الفايلات يعني فايل الارثو كلاسيفايد باي زير بيرمننس والبرمننس زي ما قلت حالا عمليه الثبات او عمليه الدوام او عمليه البقاء يعني وفقا لمده بقاء او مدة ثبات او مدة دوام البيانات اللي هتبقى موجودة في الفايل اهو لا حتى كاتبين بين قوسين the amount of time تمام ذا الداتا بتبقى ستورد في الملف فوفقا نخلي بالنا كويس وفقا لهذا التقسيم اللي هي عملية التقسيم وفقا لزير بيرمننس بقسم الفايلات الى نوعين رئيسيين النوع الاول اسمه ترانس اكشن فايل يعني ملف المعاملات الجارية النوع الثاني اسمه ماستر فايل اللي هو الملف الرئيسي يبقى تاني بنقول ان انا ممكن اعمل كلاسيفيكيشن للفايلات من وجهه نظر البيرمننس الثبات والدوام الى نوعين من الملفات النوع الاول وهو الترانزاكشن فايل ملف المعاملات الجاريه النوع الثاني وهو الماستر فايل او الملف الرئيسي طيب عايزين نعرف بقى كده كل نوع من انواع الملفات دي او النوعين يعني دول ايه معناه وايه طبيعة البيانات او الريكوردز اللي بتحتوي عليها فلو اتكلمنا الاول على الترانس اكشن فايل اللي هو ملف المعاملات الجاريه ده contains ايه؟ بيحتوي على ايه؟ زي ما احنا شايفين ريكوردز اوف ترانزاكشنز يعني في سجلات بتحوي على ترانزاكشنز على معاملات occurring حدثت during a period حدثت خلال الايه؟ الفتره يعني خلال الفتره اللي فاتت ايه المعاملات الجديدة اللي حصلت في خلال هذه الفترة فباجي اخزن او اسجل المعاملات اللي حدثت خلال الفترة اللي فاتت واحطها ها في ملف اسمه الترانس اكشن فايل فنخلي بالنا ان الترانس أكشن فايل ده بيبقى عبارة عن البيانات او المعاملات الجديدة اللي حدثت خلال الايه ها الفترة فبشوف مثلا في ملف الأجور مثلا إيه التعديلات اللي حصلت خلال الفترة على ملف الأجور ملف المخزون ايه التعديلات اللي حصلت على ها في الفترة اللي فاتت على ملف المخزون بس خلي بالك ان في كلمة عندي مهمة قدامي اهي ان الملف ده بيبقى temporary فايل بيبقى ملف مؤقت على اساس ايه على اساس ان الترانس اكشن فايل ده انا زي ما هقول حالا بستخدمه استخدام اساسي وهو ان انا البيانات الجديده اللي فيه بستخدمها في عمليه زي ما هقول حالا ابديتنج تحديث للملف الايه الرئيسي يعني عشان نقرب الـ 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 الكلام شويه يعني زمان قبل ظهور الموبايلات وما الى ذلك في التليفونات العادية كان كلنا عندنا في بيوتنا كده التليفون جنبيه اجندة الـ نوتة الـ الارقام اللي عندي. الاجندة أو النوتة دي أنا بسميها الماستر فايل، يعني دي الملف الرئيسي اللي فيه كل الارقام اللي أنا بستخدمها. فكان حصل إن أنا في رقم كنت بطلبه طلع إنه اتغير. فالمهم أه جات الظروف وعرفت الرقم الإيه الجديد تمام من واحد صاحب كده فرحت كاتبه في حتة ورقة صغيرة ده اللي كان بيحصل زمان حطيتها في جيبي رجعت البيت أول حاجة بعملها بطل دي الورقة الصغيرة دي الماستر أكشن فايل بقى اللي هو ملف اللي فيه البيان الجديد بام بعمل إيه في الورقة دي أطلعها أعمل للنمرة القديمة أبديتنج أمسح النمرة القديمة وأكتب النمرة الإيه الجديدة كده الماستر فايل أنا عملت له عملية أبديتنج جاست انك عملت له عمليه الابديتنج خلاص بقى فيه النمره الجديده او البيانات المحدثه يبقى اذا الترانس اكشن فايل ده ملوش اي لازمه بستغنى عنه نفس الكلام انا مثلا عايز اشغل برنامج الاجور طيب خلال الشهر بيحصل اي تعديلات لاي بيانات اي عامل انا بقى في خلال الشهر ما كل دقيقه على الماستر فايل واغير لا خلي الماستر فايل كده زي ما هو انت اي بيان جديد او اي معامله جديده تغيير في حاله عامل مش عارف خد علاوه خد جزء خد ماشي اعملها على سيدي هيا كده ولا حاجه وتسميها ترانزاكشن فايل بتاع الاجور هتيجي في اخر الشهر قبل ما تشغل بقى برنامج الاجور هات بقى البيانات الجديده دي اللي انت وصلت اليها قبل ما تشغل الماستر فايل اعمل له الاول عمليه الابديتنج يعني ايه حدث تمام شوف مين اللي اتغير، مين حالته اتغير، مين خد علاوه، مين خد معرفش جزا، مين 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 مين، حدث اللي حصل في الفترة الصغيرة اللي فاتت، وبعد كده وصلت أنت بقى للماستر فايل المحدث، ابدأ شغل الإيه؟ الماستر فايل، فلذلك لو قرينا بقى كده يبقى الماستر فايل ده كونتينز على إيه بقى؟ بيحتوي على إيه؟ بيحتوي على ريكوردز تمام؟ يبقى الماستر فايل كونتينز ريكوردز اوف سيمي بيرمننت داتا هو بيرمننت يعني دايمة او ثابتة كلمة سيمي يعني شبه يعني طبعا عشان انا حالا كنت بقول ان انا ممكن يحصل ان انا ممكن اغير فيه بس يعني الصفة الدق الاكثر هو عملية البيرمننت فبنقول سيمي بيرمننت يعني شبه ايه ها دائمة تو بي ريتريف اقدر استرجعها ان اعملها عمليه ابديتنج عملية تحديث بيولوجيك لي دوريا ديورنج بروسيسنج تمام في اثناء التشغيل زي ما قلنا ساتش از البيرول ماستر فايل الانفنتوري ماستر فايل وما الى ذلك فده الفرق ما بين الترانزاكشن فايل وما بين الماستر فايل وزي ما قلنا تاني الترانزاكشن فايل ده بيبقى فايل بح بخزن فيه البيانات الحديثة اللي هي ها أكيورنج ديورنج ذا إيه ذا بيريود حصلت خلال الإيه الفترة ال ال الترانزاكشن فايل ده أحيانًا برضه في ناس بتسميه الترانزيت فايل يعني شوف كلمة ترانزيت ها زائر على أساس أنت بتنزل اه ترانزيت مثلًا في مطار بيستني طائرة تانية أنت مش هتقعد في البلد دي خالص تمام يا دوب بتستني ساعة ساعتين لغاية ما تسيبها نفس الكلام برضو الترانزاكشن فايل ده ممكن اعتبر ان هو ترانزيت تمام طيب ترانزيت لغايه امتى مهمته تنتهي امتى مهمته تنتهي اما اجي اعمل أبديتينج احدث تشينجنج ها في الايه الماستر فايل ان انا احدث بياناته لكن الماستر فايل هو اللي البيانات بتاعته بتتصف بالايه الثبات او الدوام او البقاء فذلك بتبقى سيمي بيرمننس شبه ايه دائمة أو شبه ثابتة يبقى زي ما قلنا تاني دلوقتي أنا قدرت أعمل كلاسيفيكيشن للفايلات من وجهتين نظر لغاية دلوقتي أولا فور ال من وجهة نظر الابليكيشن اللي هتستخدم من أجله فقلنا بقسمها إلى أنواع من الفايلات ده ملف أجور ده ملف مخزون ده ملف عملاء ده ملف موردين ده ملف ده آه ملف لايبيلتيز ده ملف اكسبنسز حسب نوع الايه؟ الطريقة التانية للتقسيم قلنا حسب البيرمننس الثبات أو الدوام أو البقاء للبيانات اللي موجودة فيه فقلنا إن في ترانس أكشن فايل دوت ترانزيت فايل ده تيمبرلي فايل مؤقت ما فيش حاجة فيه بتبقى ثابتة ولا دايمة كل استخدامه بس ان انا بخزن فيه البيانات اللي عن الترانس اكشن الاكيورنج ديورنج بيريود استخدمها في احداث تشينج في احداث ابديتنج للماستر فايل قبل ما اشغله لكن البيانات اللي بتبقى موجوده في الماستر فايل هي اللي بتتسم بالثبات والايه طيب في عندي تقسيم ثالث كمان موجود التقسيم الثالث والاخير للفايلز فايلز ار اولسو كلاسيفايد بقى المره دي اكوردنج تو ايه بقى؟ ها للطريقه اللي, اللي ممكن ان انا اعمل فيها اكسسنج ها للبيانات، ازاي اقدر اوصل اصل الى البيانات المخزنه، تمام؟ يبقى ستور داتا كان بي اكسسد يتم الوصول اليها، وهنا يمكن اتكلمنا فيها دي من من حوالي عشر دقائق ان انا في عندي تو ميجور تايبس ها لعمليه الكلاسيفيكيشن للفايلات من وجهه نظر الستور داتا اكسس في عندي السيكوينشال فايلز اللي هي الملفات المتتاليه المرتبه المتتابعه وعندي الدايركت ايه اكسس فايل اللي هي ملفات الوصول اللي بنسميها ملفات الوصول الايه المباشر بالنسبه للسيكوينشال فايلز تمام اللي هي الملفات المرتبه او المتتابعه فبنقول all records كل السجلات are kept بيتم حفظها in some sequence تمام يعني في تسلسل معين ازاي such as مثلا ايه in order مثلا by the employee number تمام رقم العامل ده لو اجور ما اعرفش الانفنتوري ايتم number تمام برضو الكاستمر number ان يعني انا يعني انقي اي, اي ايه تسلسل معين ارتب بيه الايه البيانات بتاعتي واقدر اوصل لها بهذا التسلسل تمام وبنقول برضو the most common uh, common storage medium اشهر وسيله تخزين for sequential files للسيكونشال فايلز هي الماجنتيك ال تيب ال 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 الشريط الايه الممغنط بينما الطريقه الثانيه الموست كومن ستورز ميديا فيها اللي بقى اللي هي عمليه الايه بقى ديسك بقى وسيديهات وطبعا الوسائل الجديده الفلاشات وما الى ذلك. هو الـ الـ الفرق ما بين على فكره السيكوينشال والدايركت في عمليه الاكسسنج هو يعني ابسط مثل فيه زي الفرق ما بين ان انت تصل الى مثلا حاجه مسجلها على شريط كاسيت اغاني مسجلها على شريط كاسيت او مسجلها على سيدهاي انت لو مسجلها على شريط كاسيت فطبعا بتخزنهم الاغنية رقم واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة لو عايز اوصل لرقم خمسة يبقى لازم اعدي على الاربعة اللي قبليها بالتسلسل بينما مثلا لو هم متخزنين على سيدهاية لا انت بتعرض السيدهاية وبتيجي على ال ال الاغنية رقم خمسة اللي انت عايزها دي وبتعمل عليها كليك فبتوصلها بصورة ايه مباشرة طيب اخر نقطة في هذا الفصل وهي نقطة هامة جدا بروسيسنج ستورد داتا عملية تشغيل ال 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 البيانات المخزنة كيف يتم التشغيل وبرضو نخلي بالنا النقطة دي هامة جدا 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 طيب ترانس اكشن بروسيسنج systems ها نظم تشغيل ال 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 البيانات بتاعتي بروسيس داتا بتشغل البيانات تو basic methods يعني عندي طريقتين اساسيتين آه بستخدمهم في الواقع لتشغيل الايه البيانات. الطريقه الاولى اللي هي بسميها الباتش بروسيسنج باتش بروسيسنج يعني ايه باتش بروسيسنج؟ يعني تشغيل على مجموعات او على دفعات also called برضو احيانا نطلق عليه offline processing ما هوش اونلاين او احيانا نطلق عليه sequential processing متسلسل او متتابع طيب النوع ده من التشغيل ايه اللي بيتم فيه where transaction داتا تمام بيانات المعاملات is accumulated بتجمع over a period of time يعني بجمعها كل فتره and processed ويتم تشغيلها periodically ها في نهايه الايه الفتره يعني مثلا ابسط حاجه عندي البنوك مثلا بتجمع مثلا شيكات الايداعات خلال اليوم تمام وتشغلها مره واحده في نهايه اليوم يعني انت لو مثلا محول مرتبك على البنك الشيك مثلا راح البنك يوم 27 لو انت رحت 27 الصبح اه تسحب يقولك لا لسه ما نزلش في الايه في الحساب، فالبنك مش كل شيك بيجي له ينزله على طول في الحساب، يقول لك لا جمعهم كده في باتش في مجموعه في جروب تمام وتعالى في اخر اليوم شغلهم اه مره ايه واحده تمام، فخلي بالك معنى كده ان يعني الـ 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 الماستر فايل ما بيبقاش محدث لغايه ما يتم التشغيل بس الفكره ان يعني بتبقى مفيش آه يعني حساسيه قوي او اهميه قوي، يعني مثلا لو ضربنا مثل البنوك هو, هو عمليه السحب لو انت بتروح على مكنه الاي ام تسحب، هل تعتقد ان البنك برضه هيأجل تسجيل عمليه السحب لغايه اخر النهار؟ مش ممكن، ده انت عشان تسحب من المكنه قبل الفلوس ما بتنزل لك بتكون اتخصبت من حسابك، والا طبعا تبدأ طول النهار تسحب ده كده تبقى مشكله للايه للبنك، لكن عمليه الايداع يقول لك يعني خلاص الفلوس هي عندي وبعدين ده ساعات وبعد كده تبقى ايه تسحب يقول لك لو آه شكيت كده المكنه بعد الساعه 4 5 هتلاقي الفلوس ايه نزلت لك، فعمليه يعني التايم سينستب بقى عمليه الحساسيه للوقت هي اللي بتحكمني اذا كنت انا استخدم الـ 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 الباتش ده او ان انا استخدم النظام الايه الثاني يعني النظام الثاني اللي هو الريال تايم بقى بروسيسنج تمام او الاونلاين بروسيسنج او احيانا نسميه دايركت بروسيسنج يعني ايه يعني تشغيل مباشر تشغيل آآ فوري تشغيل في وقت الحقيقي لحدوث العمليه تمام يعني جاست ان العمليه بتحصل انا بقى ما بستناش ان انا اعمل عمليه ايه اجمع اكيميوليت بقى لايه لدفعه او لمجموعه او لباتشة وابدا اشغلها لا هي العمليه بتحصل فورا لازم ان انا اخذ اشغلها دون اي انتظار فحتى اشوف كده اهو النظام ده اولسو called اونلاين بروسيسنج او دايركت بروسيسنج مفيش وير داتا از بروسيسد يعني شوف كده وير داتا حيث ان البيانات اذ بورسيستم immediately فورا الحاله الافطر ها انها بايه بطرنس اكشن اوكيور فور حدوث المعامله جاست ان المعامله حدثت يبقى انا لازم فورا اخزن الايه العمليه فزي ما قلنا برضو يعني احنا ما يعني ما نقولش ان ده احسن من ده يعني خلي بالك من حاجه يعني انت ما توزنش اقول طب انا ليه اشتغل باتش او ليه اشتغل سيكوينشال ما خليني دايركت يا سيدي افهم بس ما هو تشغيل الدايركت ده مكلف تشغيل السيكوينشال ده اقل تكلفه ارخص طب انا لو مش محتاج ها لمميزات الدايركت يعني مثلا انا لو في شركه طيران وبحجز تذاكر طيران لا لازم اشتغل دايركت ليه لان دلوقتي مثلا الواحد بيخش على مكتب الطيران بيحجز تذكره في 20 30 50 فرع لشركه الطيران، لازم كلهم يبقوا اونلاين على بعض، ليه؟ انا ما احجز التذكره على طياره معينه لازم تتخصم في كل الاجهزه، والا لو استنيت لغايه اخر النهار هترجع تلاقي ان التذكره او الطياره دي يعني اتباع منها قد ساعتها 10 مرات، يبقى ساعتها لا انا بقول غصب عني ان انا اشتغل ايه؟ دايركت ها؟ أه بروسيسنج ما اقدرش او اونلاين ما إيه لكن لو قلنا مثلا مثال الايه الايداع النقدي يعني البنك والله يقول لك انت الفلوس عندي مفيش اي خطوره يعني اما المودع يستنى كام ساعه دول لكن مش هيحصل له حاجه لكن العكس مثلا في السحب انا ما اقدرش اطلاقا اقول ان انا ايه استنى أه اخر النهار علشان اعمل, أعمل عمليه الايه أه السحب يبقى نخلي بالنا ان دلوقتي احنا اه عرضنا في هذا التشابتر اه مجموعة معينة من المعلومات المهمة والمفيدة بدينا الاول في تنظيم البيانات نفسها ان البيانات بتقسم الى كاركترز والى فيلز والى ريكوردز والى فايل والى داتابيز اه بعد كده مسكنا تنظيم الملفات سواء سيكوينشال او دايركت او اندكسد بعد كده بدينا نشوف الملفات نفسها بتقسم من اكتر من وجهه نظر فيو من ناحيه الابلكيشن اليوز دي فيه الفايل اجور مخزون من ناحيه البيرمننس ثبات اوام من ناحيه الاكسسنج اذا كان سيكونشال ولا دايركت بعد كده اتكلمنا اخيرا في النظم بقى التشغيل البيانات اللي هي البروسيسنج بتاعت الداتا آه المخزله عندي وقلنا ان في عندي آه نظامين اساسيين لتشغيل البروسيسنج لتشغيل البيانات اللي عندي ممكن اشغلها في نظام اسمه الباتش بروسيسنج او الاوفلاين بروسيسنج او سيكوينشال بروسيسنج ان انا بجمعها على جروبس واشغلها في اخر آه اليوم مثلا او في اخر الاسبوع حسب الدوره اللي عندي او ان انا آه اشغلها بالنظام الثاني اللي هو الاونلاين بقى او الدايركت بروسيسنج ان انا بشغلها فور حدوثها ودي كانت اهم النقاط الرئيسية اللي عرضناها في هذا الشابتر وفي نهاية الحلقة نرجو ان احنا نكون قدمنا تلخيص جيد للنقاط الرئيسية اللي تضمنها هذا الجزء من المقرر استخدام الحاسب الالي في المحاسبه والمراجعه والتكاليف والضريبيه والى لقاء اخر واترككم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته